قال والفاء قد تحذف مع ما عطفت العطف. أركان العطف ثلاثة: معطوف عليه وعاطف ومعطوف. بدأ بالأول قال والفاء قد تحذف مع ما عطفت، تحذف الواو مع ما عطفت ويبقى المعطوف. قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، التقدير والله أعلم، فضرب فانفلق. والواو كذلك الواو تحذف مع ما عطفت. سمع من كلام العرب راكب الناقة طليحان، أيوة الناقة، لو كان راكب الناقة لا يقول راكب الناقة ضعيفان، يقال راكب الناقة ضعيف، لكن ضعيفان طليحان خبر عن اثنين وهما راكب الناقة والناقة، فحذف الواو مع ما عطفته. وفي القرآن الكريم سرابيل، سرابيل تقيكم الحر أيوة البرد، أنا أقول والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إلى نفسه وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي، تحذف الواو ويبقى يحذف العامل. المعطوف بالواو قد يكون عاملا يسقط ويبقى معموله، نحو كل امرئ تحسبين امرأ ونار، التقدير وكل نار، حذف العامل المعطوف بالواو وبقي عمله نار المجرورة بكل وحذفت. قال اسكن انت وزوجك الجنة، التقدير وليسكن، حذف العامل المعطوف بالواو وبقي معموله وهو زوجك. وقال والذين تبوأوا الدار والإيمان، الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان أي واختاروا الإيمان، الإيمان لا يتبوأ، يتبوأ المكان، فليتبوأ مقعده من النار، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تبع لوهم من التوقيع، هو في الأول، في الأول وهو قوله وكل من ينتحسب ونار، خوفا خوفا العطف على معمولين عاملين مختلفين ممنوع عند السيبويه، تقدم عاملان وهما كل تريد الجرة، تحسبين تريد النصب، هذان عاملان مختلفان أحدهما يقتضي الجر والثاني يقتضي النصب، فعندما تقدر وكل تخلص من هذا كله نار جرتها بكل ولم تعطف على معمول عاملين مختلفين. شوية تقول كل امرئ تحسبين امرأة، كل تريد الجرة، تحسبين تريد النصر، تحسبين امرأة، ونار اللي هو حرب عطف، نار معطوفة على أي ماء، على 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 كل على 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 امرئ بارك الله فيك، أو معطوفة على على امرأة، المصروف بتحسبين. هذان معمولان لعاملين مختلفين أحدهما يريد الجر والثاني للنصر، فلا يجوز هذا. حرف العطف، حرف العطف لا ينوب عن شيء ضعيف، ينوب عن شيء واحد. تقول جاء زيد هو عمر، عمر نابت عن شيء واحد هو جاء، لكن لا ينوب حرف العطف عن شيء، لا تنوب الواو عن شيء، عن كل تحسبين. فإذا قدرنا أن الأصل وكل نار تخلصنا من هذه كله، فهمت هذه؟ والثاني والثالث قول الله عز وجل والذي يتبوأ الدار والإيمان، الإيمان لا يتبوأ، ثم اختيار الأنصار للإيمان، تبوأ الأنصار للإيمان معروف منذ القدم، تبوأ الدار معروف أنهم دار الإيمان، فقال والإيمان أي واختاروا الإيمان. الشاهد أن الواو عطفت عاملا وزيلة وبقي معموله. اقرأ حذف المتبع بداه ونستبح، حذفنا التابع. قال ليس هذا فقط، بل يحذف المتبوع المعطوف بالواو أو بالفاء. أقول لك مرحبا فتقول لي بها وبك وأهلا، حذفت مرحبا وبك ومرحبا بك وأهلا، حذفت المعطوف عليه وبقيت المعطوف. قال الله سبحانه وتعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحة، التقدير أنهملكم
نهملكم فنضربوا حذف المسموع وبقي التابع. إذا مر بنا حذف التابع والمتبوع، بقي العاطف، يحذف العاطف قليلا. سمع من كلام العرب أكلت خبزا لحما تمرا، أيوة لحما وتمرا، ومنعه بعض النحاة منعا نهائيا، قال لا يجوز مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من صاعه، من مده، من ديناره، من درهمه، من صاع بره. سمع هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على جواز حذف العاطف. إذن أركان العطف ثلاثة، ورد حذف المعطوف عليه والمعطوف والعاطف. أنا أقول وحذف متبوع بدا هنا أي مع الواو والفاء لأن البحث فيهما، وعطفك الفعل على الفعل يصح. بشرط اتحاد زمانهما، بشرط اتحاد زمانهما، حتى لو اختلف نوعهما، حتى لو اختلف نوعهما بشرط اتحاد زمانهما. مثال ذلك: لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وناسية كثيرة. لنحيي به بلدة ونسقيه. قال: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم. كل أفعال نوعها واحد وزمنها واحد، لكن نحو، نعم، مضارع، مضارع وماضي. لنحيي به بلدة ونسقيه مضارعان. وإن تؤمنوا وتتقوا مضارعان، يؤتكم أجوركم ولا يسألكم مضارعان. لكن نحو: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أعوذ بالله، أحدهما مضارع. لكم السلام. علي محمد شاك علي أحمد الله سلمان يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. الثاني ماضي والأول مضارع، لكن الزمن الزمن واحد لأنه كله في المستقبل. فرعون تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري تحتها الأنهار، كلها مستقبل. النوع مختلف ولكن الزمن واحد. أنا قوله الزمن واحد، يقدم مضارع في اللفظ، أورد ماضي في اللفظ، لكن المدلول مستقبل كله. أنا قوله وحذف المتبوعين بداه ونسبح وعطفك الفعل على الفعل يصح. قال رحمه الله: واعطف على اسم شبه فعل وهو اسم الفاعل واسم المفعول، اعطف عليه الفعل وعكس العطف كذلك يجوز. قال: فالمغيرات صبحا فأثرنا صافات ويقبضنا. قال: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرجه، يخرجه ومخرجه. يا رب بيضاء من العواهج، مرحبا، يا رب بيضاء من العواهج ومن صبي قد حبا، قد حبا ودارجي، حبا فعل ودارس فعل. وتقول: الطائر فيغضب زيد الذباب. الطائر اسم فاعل مؤول شبه فعل لأن ما له إلى الذي يطير. أعطف على اسم شبه فعل.